أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيتناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَإِن كَانُوا قَدْ نَابُل بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَم ما جاءهم كذاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين مَا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن نزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Kul bihsa ma ya'murukum bihi imanukum Kul bihsa ma ya'murukum bihi imanukum In kuntum mu'minin قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف وما هو بمزهزهه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما تعملون